لفتوا الانظار بقوه، ولاعب من اللاعبين المهمين والمؤثرين. غلطه غلطه غلطه، يا 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 والنور ينير الطريق امام الدراويش في اول 8 دقائق من عمر المباراه. خطأ دفاعي رهيب، خطأ رهيب. اياك ان تخطئ امام محمد الشامي، اياك ان تخطئ، هيتم عقابك فورا. وبالفعل الاسماعيلي يعاقب الداخليه على الخطأ الدفاعي الرهيب. الشامي يضغط وتتصلح الكره امام ياو اللي بلا هواده يطلق صاروخ في شباك عماد السيد. ادي الغلطه، ادي الغلطه. الشامي والله مدبولي، مدبولي هو اللي ضغط، وياو النور هو اللي يسجل. ادي الان كيان بادي حطه في موقف، لكن الغلطه من احمد عبد الرسول، هو اللي اخطا، هو اللي تباطأ، ضغط عليه مدبولي، وبالفعل ياو يجد الشباك ويسجل اول اهداف اللقاء في اول 8 دقائق من عمر المباراه. ما ادالوش اي فرصه، ياو سحب وخد الكوره ووسع لنفسه واطلق وحط في الكوره كل قوته، كل بكل قوه، بلا هواده وبلا رحمه.